مثل ما انتم شايفين خلصنا من الاقباص كلها وحاليا قاعد نوصل ورايحين الى الاسر المحتاجه من النازحين السوريين. واحد ما خسه يصير عبي مي وحس حالي بدي اختنق بدي اموت. في مريض طبعا بيغسل مره واحده بالاسبوع، انا ثلاث مرات لانه كلاوي واقفه على الاخر. محتاج لكرسي متحرك ومحتاج يعني لحد يساعدني، انه انا في عندي ادويه كل شهر بدي 300,000 ادويه ما بكفيني، يعني بحاجه لدواء يعني مستمر يعني طول ما باخذه، وبحاجه لعلاج فيزيائي انه ارجع امشي، بركن ارجع امشي على اجري وارجع مثل اول. احنا بدنا يكون عنا مستوصف مدرسي جامع هون، ايه معونات. مشروع لتوفير المياه الصالحة للشرب، فكانت هاي محطة الإنجاز بهذا المحطة التكريم لمدة سنتين تقديم مياه صالحة للشرب للاجئين السوريين.